الإسنادية قد أجده منسوخا أيضا. أذكر يا شيخ خمر على شيخ نور على سبيل المثال رأي تقلده بعض إخواننا ليس من شأننا يعني ذكر الأسماء، لكن بعض إخواننا كانوا قادمين من دولة الأردن وأحدثوا لنا في الحج بعض القلاقل والإشكالات، مؤداها أن هناك حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم النحر إن هذا يوم أحل لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، كل شيء حرم عليكم إلا النساء، كل شيء حرم عليكم إلا أحل لكم كل شيء كان قد حرم عليكم إلا النساء. فإذا غربت شمس هذا اليوم، الإشكال في هذه الجزئية، ولم تكونوا طفتم طواف الإفاضة صرتم حرما كما كنتم. يعني إذا أنت رميت الجمرة، حلقت، قصرت، ذبحت، لبست ملابسك وغربت عليك شمس يوم النحر ولم تكن طفت طواف الإفاضة، ترجع تلبس الإحرام من جديد. وبدأوا يمرون على المخيمات في الحج، أنت يا أخ أنت طفت طواف الإفاضة، قال البس إحرامك مرة ثانية. الكلام هذا الكلام غريب على الأجواء، لأنه معروف لدى الناس أن الشخص إذا فعل اثنين من ثلاثة، الحلق، الذبح، الرمي، عند الجماهير تحللا أصغر، بقي إلا جزئية إتيان النساء. فبدأوا يحدثون فتنة وقلاقل وهم يحتجون بالحديث. قلنا إذا نبحث الحديث، فوجد أن الحديث في أسانيده ضعف، والبياقي أشار إلى هجران العلماء العمل به، فالحديث ضعف من أجل السند. لكن البياقي حكى أن العلماء تركوا هذا الخبر، بعضهم تركه لضعف في الإسناد، والثاني تركوا لترك عموم الأمة العمل به، فلم يعد أن أحد من أصحاب النبي بقي محرما، عفوا عاد محرما بعد أن تحلل من إحرامه. وعلى هذا الغرار أحاديث كثيرة، ولو صنف فيها كتاب لكان حسنا، أحاديث ظاهر أسانيدها الصحة ولكن تركت لعوارض. قد تكون العوارض من العوارض أن مخالفها أقوى منها بكثير، كحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قد تكون هي في نفسها إلا خفية، قد تكون منسوخة، قد تكون هناك أسباب أخر، حملت العلماء على ترك العمل بها، فبتكون قرينة للبحث هل هو منسوخ أو ليس منسوخ، والله أعلم. تفضل.